منتوج فلاحي وفير سجلته ولاية الوادي هذا الموسم، لا سيما فاكهة البطيخ بنوعيه. هذا المنتوج الذي أكد الفلاحون خلوه من دائي الكوليرا بعدما تراجعت أسعاره نتيجة كساده لدى التجار. ما كاش الحمد لله، عندنا قرب شهر واش نخدم الغرب، معناها شهرين نخدم دلع الغرب، اللهم لك الحمد. الضرك ما ناكلوا فيه ونخدموا فيه ونبيعوا فيه والحمد لله. اللهم لك الحمد، دعاية فاشلة. كي حتى الاشاعات اللي يقولوا عنها هذه ما كانش، خلاص الدلاع راهي الناس تشري فينا في الواد بيعوا. كان حدثت في الفيسبوك الناس ساكن فيه ربي يبارك. من جهته رئيس الغرفه الفلاحيه لولايه الوادي اكد ان المنتوجات الفلاحيه ومنها فاكهه البطيخ لا زالت تشهد اقبالا من طرف المواطنين. اذا ولايه الوادي نطمئن هذا المنتوج اللي ربما فات عندنا موسم جيد جدا، وبالتالي غلال سليمة خالية من هذه الأوبئة، والمستهلك الكريم هو القرينة الحية الذي شرى المنتوج خلال الموسم كامل، والحمد لله ولو حالة سجلت في ولاية الواد. يا مواطن راهو الدلاع كلها لاباس به، الفاكهه كلها لاباس بها، لا فيها لا كالوريا لا فيها لا مرض، وكلها دعايه هذه. انا كفلاح ناكد لكم باللي منتجات الواد ما فيهاش الكوليرا وما فيهاش الامراض اللي يقولوا عليها. بعد مرور عده اسابيع من انتشار شائعه حول حمل المنتجات الفلاحيه وباء الكوليرا، توضح من خلال شهادة فلاحي عدة ولايات أن الخضر تخلو من وباء الكوليرا بعد الحملة التي شوهت سمعة المنتوجات الفلاحية المحلية وأدت لكساده ورمي أطنان منها.